المؤسسة الاقتصادية في مواجهة الصعوبات وحاجتها للدعم والإنقاذ، ويتزامن تنقيح قانون الإنقاذ مع ظرف اقتصادي صعب. ومن البداية أود أن نحط الأمور في إطارها، وخاصة وأن المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في المجلس الوطني نتاعو المعقد في يوليو 2013 أقروا أنه بصريح العبارة ونقرا عليكم: إلون أبيل أتوك لي فورس فيف دو لا ناسيون pour prendre conscience de la situation économique, que la situation économique est telle que si rien n'est fait de façon urgente, la Tunisie va tout droit vers de grandes difficultés économiques, sociales et financières, voire une situation de banqueroute telle qu'il faudrait probablement une dizaine d'années de travail acharné pour redresser la situation. Mais l'affaire économique est bien sérieuse. Et d'ailleurs, il est dit que le mouassal économique du Tunis عندها خصوصيات، وهذه لابد من الوقوف عندها. اليوم كي ندخل يانيس الشتاوطه تلقى عندنا 626,000 مؤسسه مسجله. التقسيم نتاعهم للمؤسسات اللي تخدم في اقل من 10 عمال 98.06%. معناها اذا تصوروا انتم معناها النسيج المؤسسات الاقتصاديه في تونس 98% اقل من 10 عمال. كي نقول اقل من 10 عمال ما نلقاوهمش في الباز دو دوني تاع لابي. لان الباز دو دوني تاع لابي هي من 10 عمال فما فوق. بالتالي المؤسسة الاقتصادية التونسية الخصائص نتاعها أن المؤسسة صغرى ومتوسطة، هي أغلبها مؤسسات عائلية تفتقد معناها البنية المالية صحيحة، تعتمد على مليونية بنكية مرتفعة جدا، وعندها ضعف في القدرة التجارية وكذلك ضعف في التأطير، باش ما نقولش إخلالات ربما في التسيير. بحيث المؤسسة الاقتصادية التونسية بصفة عامة هي في حاجة للدعم والمساندة من أجل المحافظة على استمراريتها وتنمية قدرة التنافسية. نشوفوا التطور التشريعي في مجال قانون الأنقاض. اصدر قانون الأنقاض في 17 أبريل 95، وكان إصدار قانون الأنقاض آنذاك هو ضرورة اقتصادية وضرورة تشريعية. ضرورة اقتصادية لأنه تزامن سنة 95 على إمضاء تونس اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي انصهر تونس في المنظومة الاقتصادية الليبرالية بدون رجعة. وتزامن كذلك وانه في سنه 96 تم بعث برنامج التاهيل الصناعي. من ثم معناها شعور واحساس وان المؤسسه التونسيه ماهيش قادر على مواجهه المنافسه الاقتصاديه، وبالتالي خدينا ال 12 سنه نتاع تاهيل النسيج الصناعي، وعملنا معناها ترافق بين برنامج انقاذ المؤسسات والمؤسسات اللي قابله للتاهيل. واذكر انه سنه 95 ثم دراسه قامت بها بيبيكا، ومعناها اقرت بانه قرابه 40% من المؤسسات ستندثر بالدخول في نطاق تبادل الفرع مع الاتحاد الاوروبي والانخراط في منظومه الشراكه مع الاتحاد الاوروبي، وقرابه 70% باش يمروا معناها بصعوبات كبيره ياسر. قانون الانقاذ زاد كذلك هو ضروره تشريعيه باعتبار انه منظومه الاجراءات الجماعيه الى حد سنه 95 لم تكن اجراءات على قدر ما لمساعده مؤسسه على معالجه الصعوبات، باعتبار ان منظومه الاجراءات الجماعيه كانت تقتصر على التفليس والاصلاح والصلح الاحتياطي، وكنا نعرف ان الصلح الاحتياطي مده قرابه ما فوق 35 سنه ما خدمش بالكل، وما في حتى مؤسسه ما عدا زوج مؤسسات في حالات معناها استثنائيه جدا. هذاك علاش معناها اصدار قانون الانقاذ. فصدور قانون الانقاذ احدث إطار قانوني لمعالجة وضعية المؤسسات التي تشكو صعوبات، ولا عن إطار قانوني. تم الفصل بين صاحب المؤسسة ومصير المؤسسة، لأن الإجراءات الجماعية قبل كانت معناها ثم ارتباط كبير بين وضعية صاحب المؤسسة وما المؤسسة، كما نعرفوا أنه الفايت يمشي لها الكوميرسون مالونيت، والكونكوردات ديوانتيك يمشي لها الكوميرسون اونيت اي مالور. فالقانون الانقاذ فصل بين صاحب المؤسسه ومصير المؤسسه، ولينا نحكيو على المؤسسه بصفه معنى ادق. كذلك تحول هام في الاهداف من الحرص المطلق على خلاص الدائنين في الاجراءات القديمه الى الحرص على انقاذ المؤسسه، وكذلك وان يمثل قانون الانقاذ منظومه متكامله وطموحه، باعتبار وانه فيه منظومه اشعار باش ترصد بوادر الصعوبات نتاع المؤسسه، وين ثم هكا بوادر ثم توتا ميكانيزم معناها كي باسون بلونشي باش يعالج الوضعيه هذيك قبل ان تستفحل، ثم قبل ما توصل المؤسسه لمرحله التوقف عن الدفع عن التسويه الرضائيه
اللي تخول صاحب المؤسسه دونك باش ما يبيعش في صعوبات اكثر. ثم حتى كان طاح في تصفيه، حتى كان طاح المؤسسه وصلت مرحلة التوقف عن الدفع، ماناش مسلمين فيها ونشوف فماش إمكانيات لإنقاذها أو معناها تفليسها. فكان أعتقد أن قانون 95 الأولاني كان متكامل وكان إلي تري كويرون في الفلسفة نتاعو. قانون صار التنقيح الأولاني عام 99، والتنقيح عام 99 هو نتيجة لبعض التطبيقات اللي شفناها والإشكاليات، وكان الأمر من جملة معناها النقاط اللي كانت في تنقيح 99 وتم الغاء دور رئيس المحكمه في الاشعار. يقول القائل علاش ما يفصل ما يتم الغاء، ولان معتقد في الفتره هذيك قلنا وشفنا وانه فعلا رئيس المحكمه عمليا غير نوعا ما، غير ما عندوش الوقت الكافي وبحكم المسؤوليات نتاعو وبحكم الضغط على المحاكم ما ينجمش يتولها بصاحب المؤسسه اللي ماهوش في صعوبات براتيكمون، ماهوش متوقف عن الدفع باش يلقى له على حلول. فتمشي الانذاك قلنا مش ضروري يدخل رئيس المحكمه في الفتره هذيك نتاع الاشعار، وتم تدعيم دور اللجنه على مستوى التسويه الرضائيه والتسويه القضائيه، والتي تقبل ملف التسويه الرضائيه وتقبل ملف التسويه القضائيه وتقوم بتشخيص اولي دونجو بعد الاهميه نتاعو. ثم اللجنه تقبل كل الاحكام الصادره في ماده قانون الانقاذ، وهذاك اللي خلاها تكون مرصد ربما وطني لتطور معناها القانون هذاك. في تنقيح 2003 نعتبر انه يرمون معناها كبير، فتم في تنقيح 2003 تضييق اللجوء الى القانون، على اعتبار وانه اصحاب المؤسسات الذين يلجؤون الى قانون الانقاذ هم ناس يتهربون من خلاص الديون نتاعهم. وللتذكير وانه ثم مجلس وزاري انعقد بتاريخ 2 ابريل 2002 وفيه وانه معناها البنوك قالت وانه راهو عندنا صعوبات كبيره ياسر في الكريون ساكروشي وكذا، والسبب نتاعو انه العباد تدخل ياسر القانون هذايا وقلت عندنا عدم امكانيه استخلاص الديون. فكان التوجه سنه 2003 هو التضييق في اللجوء الى القانون ودعم مصلحه الدائنين. ثم تم اعاده اعتبار في دور رئيس المحكمه في مجال معناها الاشعار وكذلك تقليص من الاجال، واحدثنا الفتره التمهيديه. قبل ما نتعدى القراءة نتاع التنقيح نعطيكم بعض معطيات إحصائية حول تطبيق القانون هذا. من 95 إلى 2013 دونك وصلنا لفترة 18 سنة، 2648 مؤسسة انخرطوا القانون هذا. 40% تسوية رضائية، 51% تسوية قضائية، و 9% إشعار. الأحكام، نقول الأحكام اللي صدرت بالأنقاض، يعني بمواصلة النشاط، بالإحالة، بالكراء إلى غير ذلك، هما 1017 مؤسسة 38%. والأحكام اللي صدرت بالتفليس هما 723، يعني 27%. نقول أحكام صدرت. ما بعد تم إنقاذه فعلا ولا ما تمش، هذاك الموضوع معناه آخر. توزيع مديونية المؤسسات، وهذه هامة وهامة جدا. احنا كي نشوفوا دور المؤسسات تمر بصعوبات، ونشوفوا الفيزيونومي نتاع الاندتمون نتاعهم. 68% ديون بنكية، كي نزيدهم الإيجار الثاني، يعني 70% من ديون المؤسسات تمر بصعوبات هي ديون بنكية. معناها كي تشوف أنت تو القصير تاع مؤسسة تمر بصعوبات، 70% ديون بنكية. 6% شفاية، و3% معناها صندوق الضمان الاجتماعي، و20% أخرى. وأعتقد أنك 20% على غايب الأهمية، لأنه هذوك لي فورنيسور كانوا غرافير. اللي يتعاملوا مع المؤسسات بدون معناها رهن وبدون معناها حتى ضمانات، واللي هم معرضين اكثر من غيرهم معناها للخطر، ولا بد من الاهتمام بهم. التوزيع القطاع 48% مؤسسه صناعيه، 49% مؤسسه خدمات، و 3% فلاح. كي نشوفوا عام 96 كان القطاع الصناعي يمثل 66% تو ولا 48، وقطاع الخدمات كان يمثل 34%، اصبح يمثل اليوم 49%. هذا مهم جدا. اهم خصائص المؤسسات التي تمر بصعوبات من خلال تحليل المديونين ومواطن الشرطه. هذيك 2648 مؤسسه، اش لقينا فيهم؟ 91% من المؤسسات اللي انخرطوا عندهم مديونيه اقل من 5 مليون دينار. ويشغلوا هذوما اقل من 100 عامل. كي نشوفوا نسبه في 2648 المؤسسات اللي تخدم في اقل من 10 عمال 60%. معناها راهم اللي يجيو للقانون الانقاذ هذوما راهم مؤسسات فعلا صغرى ومتوسطه، كما قلنا عندهم سيرتان فراجيليتي،
ايكونوميك فينونسيير دورغانيزاسيون كوميرسيال نضحكوا عليها 9% فقط عندهم مديونية فوق 5 مليون دينار ويشغلوا أكثر من 100 عام. ولكن كذلك في المجموعة الكل اللي المديونية بتاعهم فوق 20 مليون دينار يمثلوا 2%، يعني 53 مؤسسة مدة 18 سنة، تم 53 مؤسسة دخلوا قانون أنظار عندهم مديونية أكثر من 20 مليون دينار. ولكن هل 2% هذوما عندهم وزن من ناحية المديونية؟ المديونية بتاعهم 41% من جملة الديون الكل، وكذلك معناها الطاقة التشغيلية كبيرة 71%. وللإشارة بين قوسين، 2% هذوما نقول لكم مصدر فيهم ربما حتى حكم بالتفليس، لأن مثلا عندهم أسيس فيونسيير كبيرة، عندهم معناها قدرة على تنافسية وإمكانية على مواصلة النشاط، فأغلبيتهم يتم فيهم معناها أحكام بمواصلة النشاط أو بالإحالة للغير. خاصة يعني في صالح حال الغير. نجيب توا المشروع نجيب مشروع التلقيح ومدى نجاح الإجراءات المستحدثة لتحقيق الأهداف المرجوة. بالنسبة لنا احنا قانون الأنقاض شنو يقول؟ ماذا يريد من قانون الأنقاض؟ علاش نعملوا في قانون الأنقاض؟ بالنسبة لي أنا وبالنسبة للناس الكل وقت نعملوا قانون الأنقاض شنو نعملوا؟ مرضينا أنقاض أكثر ما يمكن للمؤسسات الاقتصادية. نعملوا إطار قانوني باش ننقذوا أكثر ما يمكن للمؤسسات. ندعموا آليات الوقاية لتجنب وقوع المؤسسات في صعوبات. احنا عشناش القانون يعالج صعوبات المؤسسة متوقفة عن دفع. احنا مرضينا قانون يعطي فرصة كبيرة وآليات كبيرة ناجعة وتحفيز لتجنب وقوع المؤسسة في صعوبات. وهذاك علاش اليوم التوجه نتاع كل القوانين نتاع قوانين الأنقاض في العالم هي تأكد على لو كوتي بريفونتيف الوقاية. المحافظة على المؤسسة تلا بالتلازم على المحافظة على مصلحة الدائنين، يعني كلها مترابطة. وكذلك قانون الأنقاض ينجم يكون معناه فرصة لتشجيع الاستثمار وبعث المشاريع، التشجيع على إعادة هيكلة المؤسسات تجاوز الصعوبات ريستركتوراسيون نتاع المؤسسات، الحرص على نجاح عملية الأنقاض، وكذلك تنقيب بيئة الأعمال من المؤسسات ميؤوس من استمراريتها، لأنه هاك شاتو دو كارت بالنسبة لي أنا، إذا مؤسسة متوقفة عن الدفع ووضعيتها المالية مخرمة، إذا ما تخرجش من السوق في أقرب الأجال وبأقل كلفة في معناها كذا، نجم هي تكون سبب لوقوع مؤسسات أخرى في صعوبات.